الولايه الاولى، في نهايه الولايه الاولى كان في على عهد الوزير عماد احمد عماد. وطبعا المسح الشامل ده مهم جدا جدا جدا، موجود الان في قرى المنيا وقرى اينا وفي الاقصر، وده مهم جدا. والمنيا وبني وداخل بني سويف، وطبعا حاجات اللي اتعملت قبل كده، ده من ضمن يعني الحاجات شامل. دي انجازات. ما هو انا عجبني اتنين الحقيقه، احنا بنجلد الذات، احنا شاطرين قوي في جلد انفسنا، مفيش عمرنا ما بنشكر، الشكر لله طبعا. لا هي القضيه، لكن النهارده انا اسلك صدري الاستاذ حسني والاستاذ الحاج احمد، الكلام واضح وصريح. يعني مثلا الانجاز اللي اتعمل في موضوع فيروس سي، والمسح هو اسمها ثوره، الرئيس لكل القرى، وابتدى بقرى الصعيد الاكثر تضررا في اهمالنا ليها سنين طويله، ده مش يحسب؟ يحسب للحكومه ويحسب للاداره، يحسب النهارده اليقظه الجامعيه ويقظه التجمعات زي الجيش والشرطه وحتى السجون، وبالنزول السجون بالزبط. كل المسح ده مهم جدا. انت في انجازات اللي هي الدكتوره كريمه قالت نقفل المحبس من البدايه، اللي هي كلمت عنها ايضا الست اللي كلمت عن جدر المرض ام مريم لما قالت الصرف، يعني لا اقصد ايه، انت بتقفل الدايره، المنبع نفسه اللي هي فكره الوقايه نفسها. المسح ده خلاصته ايه؟ خلاصته ان انت بترصد المرض في موقعه. بالظبط. انت رحت للمرض. العربيات اللي بتروح. مظبوط. بس انت رحت ليه؟ ليه؟ عشان تخلصت كل الناس اللي عارفه عن يبقى انت رايح له كمان. هو ده بقى ايه؟ العالم كله مهتم بيه دلوقتي. ما بتعملش في اي حته غير في مصر. اللي هو ازاي تعمل مسح شامل لبلد. لبلد. بالذات البلاد اللي كان فيها نسبة فيروس واضحة. الموضوع ده مش بسيط، ان هتفحص شعب بحاله. دي تكلفة باهظة. باهظة جدا. العنوان المحاضرة اللي كانوا طالبينها مني في سنغافورة ايه؟ الدروس المستفادة. التجربة المصرية لازم؟ من التجربة المصرية الحكومية والأهلية. هي. بالنص كده عنوان مطلوب من سيادتك محاضرة كذا. فقلت فيما يتعلق بالحكومية ايه؟ عناصر أساسية. انه لازم علشان أي بلد تعمل زينا لازم يبقى عندها بنية أساسية، مراكز علاج مجهزة وفيها دكاترة، ده مش متوفر في كل الدول. صحيح. مصر بلد كبير. كبرى. في بلاد تلاقي يعملوا بتاع ما عندهمش دكاترة كفاية. ما عندهمش حكيمات كفاية، ما عندهمش فنيين معمل كفاية. مصر عندها الكوادر كويسه. فلما اتعملت اداره واتعمل انفراستراكشر لازم تعمل انفراستراكشر، تعمل سنترز الناس تروح. طيب احنا عملناها بسرعه جدا، عملناها وجه تقريبا كل اللي عارفين ان عندهم فيروس جم الاماكن دي، وفي 3 سنين ونص بقينا بندور على العيانين. هي بقى كلمه بندور على العيانين دي، مصر فيها زي ما الدكتور هشام قال حوالي 6 مليون عندهم فيروس. احنا كنا حاسبينهم قبل كده 10 طلعوا 6. كانوا بيقولوا 14 و12 ونص. هم 6. اول عن اخر 6. يعني عالجنا 2 فاضل 4. عالجنا 1,800,000، احنا بنتكلم على 4.5 مليون ما زالوا موجودين. صحيح. عندهم فيروس ومش عارفين. يبقى هنا تعمل ايه؟ تروح لهم. تكتشفهم. يبقى اول درس قلته هناك لابد ان نذهب اليهم. يعني ايه؟ ما نستناش هم ييجوا. اللي كان بيجي ده اللي عارف وقلقان وبيدور على العلاج. طب انا عالجتهم كلهم. طب عندك 5 مليون لسه تقريبا. اسكت. لا انا كدوله بقى هروح، انا هروح لهم، اللي هي فكره قرى خاليه من الفيروسات. هي فكره القرى الخاليه ايه؟ انا ما استناش لما الفلاح يجي يحلل، ما هو مش هيروح يحلل. هو عنده بس مش عارف. ومفيش اعراض، المرض ملوش اعراض. صحيح. فاول درس ان احنا نروح لهم يبقى يتحط خطه قوميه للمسح، اللي هي الدوله بدات تعملها دلوقتي.